الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. صدق الله العظيم. يعني نحمد الله على كل حال، ونحمد الله على هذا النجاح اللي حققناه في الموسم التاسع من برنامج تأملات إنسانية، وإحنا ما زلنا معاكم من سنة 2018 في برنامج تأملات إنسانية، ومكملين في الموسم التاسع. ومعانا النهاردة شخصية قيمة وضيف قيم، وهو في الحقيقة مش أي ضيف، هو ضيف جاي من دولة عزيزة جدا على قلبي، وليا فيها أصدقاء كتير، وليا فيها متابعين كثر. والضيف لأنه مش مصري، من دولة شقيقة، فهو مسافر يوم السبت ومش هيقدر يحضر معانا الحلقة بتاعت يوم السبت اللي هي الحلقة رقم 10 في الموسم التاسع لبرنامج تأملات إنسانية. ولذلك احنا عاملين النهاردة يوم الثلاثاء على غير العادة، بنقدم حلقة استثنائية في حب مصر والجزائر. اسمحوا لي أرحب بضيفنا وضيفكم اللي منورني في الاستوديو، أستاذ تقي الدين غريب. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، شكرا لك على الاستضافة القيمة، وشكرا لقناة الصحة والجمال على الاستقبال الرائع. أهلا بيك، وإن شاء الله يعني مصر بلدك، والجزائر ومصر يعني طول عمرهم إيد واحدة من زمان، من أيام الرئيس عبد الناصر والرئيس هواري بومدين، وستظل العلاقة الطيبة الأخوية إن شاء الله أبد الدهر. علاقة مصر والجزائر ما فيش ما أحلى منها يا حبيب. يعني احنا سعداء جدا بتشريفك في البرنامج، وان شاء الله ان شاء الله تكون حلقه موفقه. وانا ايضا ورحب بالنجمتين اللي منورينا بالاستوديو، ريهام رأفت اول مره تكون معانا النهارده في تأملات إنسانية في الموسم التاسع، وده شرف لينا. ريهام من الشخصيات المميزة اللي بتسعى وبتجتهد دايما، وإن شاء الله إن شاء الله تجربتك تكون سرية وموفقة في برنامج تأملات إنسانية. تسلم يا رب، يخليك، توفيق ليك دايما يا رب. أهلا بيك. وبرحب إيمان العسل اللي منورانا يعني في الاستوديو، والمجتهدة جدا جدا جدا، واللي بتقول لي انا ما خدتش حقي الحلقه اللي فاتت وعايز اعوض المره دي، ومقسمين السكريبت عليهم هما الاثنين، وانا شكلي اقعد اتفرج الحلقه دي. ضيف ربنا يخليك يا محمد، وانا مبسوطه جدا ان انا معاك طبعا في اكتر من حلقه واكتر من برنامج، وان شاء الله تكون بدايه ثالث حلقه ولا رابع حلقه؟ دي الرابعه تقريبا. ان شاء الله موفقه دايما، وانت اضافه قويه يا امان بذوقك وبشياكتك وباصلك الطيب. ويمكن النجاح الإنسان في الحياة ما بيتوقفش على المهارات التكنيكال أو الفنية بس، لا بيتوقف كمان بنسبة أكبر، وده الغريب، على المهارات السوفت سكيلز أو المهارات الإنسانية. فمش عايزين نطول في المقدمة ونبدأ حلقتنا مع هذا الضيف القيم الاستثنائي. يعني هو يعني دارس للقرآن الكريم ومقرئ للقرآن الكريم، ودارس لدرجة الماجستير أيضا في العلوم الشرعية، ومنشد مميز جدا. وقبل اي حاجه، هو ضيف من الجزائر اللي احنا زي ما قلنا علاقه اخويه دائمه ابد الدهر. وفي نفس الوقت يعني لو اتكلمنا بقى على الصعيد الفني، فانت يعني الفنان والموسيقار العظيم محمد فوزي هو اللي ملحن حتى النشيد الوطني الجزائري. صح. وده يعني دليل واضح وقوي على التفاعل الفني والثقافي والفكري مع دوله شقيقه عظيمه زي الجزائر. برحب بيك وأترك لك المجال لتعرف المشاهد بحضرتك يا أستاذ تقي. أولا شكرا لك أخي محمد على هذا التقديم الرائع والمميز. أود أن أقول يا أخي، وأنا من بلدي المليون ونصف مليون شهيد من الجزائر، عندما نزلت مصر وجدت شعبا طيبا، وجدت شعبا رائعا، وجدت شعبا يحب بطبعه المساعدة، شعبا متلاحما. بمجرد ما أقول أنني أنا جزائري فتجد كل إخواننا المصريين الذين كنت أحبهم منذ الصغر، تربيت منذ نعومة أظافري على ثقافة مصر، وبعدما نزلت وشاهدت المجتمع المصري كيف وكذا أحببتهم أكثر فأكثر. فأخي الكريم شكرا لك، وتحية لشعب بلدي الجزائر الحبيبة، وتحية لشعب مصر أيضا بلدي الحبيبة. ونحن أيضا نشاركك هذه التحية، تحية عطرة من مصر أم الدنيا لشعب الجزائر العظيم. وإن شاء الله يعني إحنا سعداء بالحلقة دي، واسمحوا لنا نبدأ حلقتنا بقى مع أمان. أستاذ تقي طبعا حضرتك منورنا ومشرفنا في مصر، وطبعا إحنا أخوة كلنا ويد واحدة الوطن العربي جميعا. طبعا كنت حابة أسأل حضرتك بقى، بداية حضرتك كانت إزاي؟ يعني إيه اللي خلى حضرتك جاب الفكرة في دماغك إنك أنت تبدأ وتاخد خطواتك في الإنشاد والغناء؟ تمام. أولا تقي الدين غريب، أنا لي حوالي 15 سنة في مجال الإنشاد الديني،
وقبل أن أدخل عالم الإنشاد الديني حفظت القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق. ومن حفظني القرآن الكريم هو شيخ مصري ألا وهو محمود خليل الحصري، شيخ المقرئين. شيخ المقرئين، وإذا قلت الحصري ذرفت الدمع، وإذا قلت بس اسم محمود خليل الحصري بدأت دموعي تنزل، لأنني عشت طفولتي وذكريات صغري مع أشرطة خليل الحصري. أذكر في سنة 1998 أو 1999 اشترى لي والدي مصحف لأشرطة الكاسات كلها لمحمود خليل الحصري برواية ورش عن نافع. وأنا زي ما بتعرفي حفظت القرآن الكريم سمعا، فكنت أسمع الحصري وأقلد الحصري في القراءة حتى ختمت القرآن الكريم وأنا عمري 14 سنة، يعني قبل ما أنتقل من مرحلة المتوسط، المرحلة الدراسية مرحلة المتوسط. بعد ما ختمت القرآن الكريم أنا منذ القدم كنت أقلد المنشدين، هيك أسمع وأنشد وأستعمل الإنشاد. كان عبارة الإنشاد كان عبارة عن فواصل تكون بين حفظ القرآن الكريم وسماع الإنشاد وبعدين تقليد المنشدين هيك وحدي بالبيت وكذا منذ الصغر. لما أكملت 14 سنة من عمري دخلت الإنشاد وبدأت في أول فرقة في مدينة جالما الجزائرية، هي واقعة في شرق الجزائر، أعتقد بلد هواري بومدين. تمام، صح. هي بلد الرئيس الراحل هواري بومدين، بيت الرئيس الراحل هواري بومدين قريب جدا من بلديتي أين أسكن أنا. بلديتي وين يسكن بومدين قريب جدا، ومن نحن مع بعض من نفس المدينة، مدينة جالما. فكنت انضممت لأول فرقة، بعدين توالت الفرق إلى أن أسست فرقتي الخاصة بي، ثم دخلت عالم الإنتاج الإنشادي، الإنتاج الفني في الإنشاد، فأنتجت العديد من الأعمال. وأنا الآن مع الإنتاج الفني في مجال الإنشاد الديني وكذلك حفلاتي في الجزائر وخارج الجزائر، والحمد لله رب العالمين. بالرغم من أن دراستك دينية، إيه اللي خلاك أصلا تتجه لفكرة الإنشاد؟ يعني ليه ما كملتش مثلا في أن أنت تعمل شرايط دينية أو قرآن أو تبقى برضو محفظ أو تعمل فيديوهات عن الدين؟ أنا معلم قرآن كريم، وأنا أدرس بعديد المدارس القرآنية في الجزائر، أدرس القرآن الكريم وأحكام التجويد، هي النقطة الأولى. ثاني نقطة، أنني الآن أسجل الختمة برواية ورش عن نافع عن طريق الأزرق بصوتي تماشيا مع الإنشاد. ثالثا، أنا يعني أرى أن الدعوة إلى الله عز وجل مش فقط أنني أجلس وأقدم درسا في كذا أو في مكان كذا، الدعوة إلى الله عز وجل نقدر ندعي إلى الله عز وجل بمجال الإنشاد. فالممثل قد يدعو إلى الله عز وجل، الرسام، الفنان، المبدع، الشاعر، المنشد، المؤدي، فهؤلاء كلهم إذا كان فنهم يحمل رسالة هادفة بناءة للمجتمع فالجميع يشترك في خط واحد وهو خط الدعوة إلى الله عز وجل. تمام. أستاذ تقي، طبعا مصر أم الدنيا وأخرجت العديد والعديد من الفنانين والفنانات من كل الوطن العربي، فهل ده كان سبب أن حضرتك تكون بداية انتشارك من مصر؟ هو في معذرة، أنا هضيف بس حاجة، كان والدتي الله يرحمها كانت تقول الفن اتولد في لبنان وترعرع في مصر. صحيح. التجربة الفنية اللي ما تمرش على مصر ما بتاخدش يعني سرعة الصاروخ وتطلع تنطلق بعد كده. صحيح. أولا أنا يعني هيك منذ نعومة أظافري كنت أسمع لعبد الباسط عبد الصمد، أسمع لمحمود خليل الحصري، أسمع للابتهالات التي كانت تؤديها السيدة أم كلثوم برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. فالحقيقة أن مصر ضاربة بجذورها في مجال الفن، وضاربة بجذورها في مجال قراءة القرآن الكريم. فالكثير من الدكاترة يقول لك أن مصر هي قاعدة القراءات القرآنية جميعا، يعني مصر. فأنا يكفي أنني أنا جزائري لم ألتقي الحصري يوما وولدت بعد وفاته، ولكنني أعتبره شيخي ورغم أنه ميت. فهذا الشيء خلاني أتعلق كثيرا بمصر، لأن صدقا يعني قراء مصر وعلماء مصر بنوا في هذه الشخصية اللي هي تقي الدين غريب. طبعا كما لا أنسى أساتذتنا ومشايخنا وقراءنا الكبار اللي في الجزائر، بس أنا حفظت على شيخ المقرئ خليل الحصري، وهذا اللي خلاني أتعلق أكثر فأكثر بمصر. أكيد.
طيب عايز أسألك سؤال، هل أنت عملت بعض الأعمال في الجزائر الأول ولا كانت في مصر الأول؟ لا، أول عمل كان لي بعنوان أمل الحياة، غنيت لذوي الاحتياجات الخاصة سنة أذكر له حوالي 10 سنوات. ثاني عمل كان فيديو كليب يا مولانا يا الله، وهذا اللي حقق حوالي 23 مليون مشاهدة، وهو أعلى نسبة في المشاهدة على موقع اليوتيوب للإنشاد في الجزائر كلها يعني. أديت ديو مع الفنان الجزائري المقيم بالإمارات فادي طولبي. طب بمناسبة الأعمال، إحنا معنا فيديو جاهز لحضرتك من المقاطع اللي حضرتك بعتها لنا، فاسمحوا لنا كده نطلع فاصل نتفرج على الفيديو ونرجع لكم تاني في حلقة مميزة من برنامجكم تأملات إنسانية الموسم التاسع. بيشرفنا طبعا. ورجعنا لكم بعد الفاصل الجميل المميز ده اللي انا شخصيا استمتعت بيه، واتمنى الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا بيه كمان. وانا يعني حس ان احنا في حلقه عن الجزائر، فانا بتوجه بعظيم الشكر وبالترحيب الكبير العظيم لمعالي الدكتوره غنيه بوخارس استاذ العلوم السياسيه بجامعه الجزائر، اللي في زياره لمصر دلوقتي هي وزوجها الكابتن احمد رمزي. وبنقول لكم مرحب بيكم في مصر، ومصر حاضنه كل المواهب في كل المجالات، واحنا متشرفين بوجودكم، وان شاء الله تكون زياره موفقه، وباذن الله
تعيدوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. بعد ما رجعنا من الفاصل وقبل ما الوقت يعني يسرقنا يا أستاذ تقي، أنا مش هينفع نخلص الحلقة دي من غير ما نسمع مقطوعة أو إنشودة تمتعنا بصوتك الجميل ده زي ما استمتعنا فيه في الفاصل بالأغنية الجميلة دي، عايزين نستمتع بيه لايف على الهواء. تمام، الأغنية اللي كانت بالشاشة هلأ بكلام جزائري ولحن جزائري، هلأ نعطي أغنية بكلام مصري. أيوة حلو حلو، حس إن احنا في مصر. أنشودة مصرية من التراث المصري ومعروفة يعني كثير منشدين أدوها. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما بقلبي ذكرت هواك، أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي، أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي، إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما بقلبي ذكرت هوى. الله عليك يا استاذ تقي، ايه الجمال والروعه ده. جميل يعني مستمتعين بالحلقه الجميله دي، وزدنا استمتاع بالاغنيه اللي سمعناها في الفاصل او بالاغنيه اللي سمعناها لايف. ايه طيب، انا كنت عايزه اسالك سؤال، هل الوالدين والدك والدتك كان عندهم اي اعتراض على ان انت تشتغل في الانشاد او ان انت تبتدي تغني، وهل ده كان مؤثر مثلا على دراستك ولا ده كان داعي ليك؟ معلش نجاوبك بالمصري هلا. اعتراض ايه ده يا بنتي، اعتراض ايه ده هدول اول الناس اللي دعموني وقفوا الى جانبي وشجعوني، وهن اللي احيانا يعينوني حتى اصرف وانتج اعمالي الانشاديه وتكون باعلى جوده. بالعكس، الدعم الاسري هو اكبر داعم، ودائما اذا شفنا انسان ناجح فاكيد يعني في الاغلب الدعم الاسري الكبير. انا اسرتي دعمتني كثير، هم اصلا اللي حددوا لي توجهي في حفظ القران الكريم منذ الصغر، بعدين يعني انني في ابن اسره محافظه وكذا، واسره تحفظ القران الكريم، واسره هيك في الجزائر. انا والدي صاحب تخصصات كثيره بالجامعه، فتربيت دائما على الانشاد الديني والحمد لله رب العالمين. يعني لسه لهلا والاسره تدعمني والحمد لله. الحمد لله. استاذ تقي، اي حد عنده حلم او عنده هدف في دماغه بيكون حاطط خطط ان هو يحقق حلمه، صح. فكنت حابه اعرف من حضرتك ايه الخطط او ايه الاساليب اللي حضرتك عايز تتخذها عشان تساعدك على الانتشار. صح، انا اول اسلوب حطيته انني انتهج طريق الانتاج، تسجيل الاناشيد وتصوير كليبات الاناشيد، هذا هو طريق النجاح. انا كنت عارف ان الحفلات لما احيي حفلات او شارك في مسابقات، طيب هذا الشيء راح يوصل رسالتي ويخلي عندك جمهور اللي يحضروا الحفل، لكن انتاج الاناشيد يخليك حتى بعد ما تموت وتروح عند رب العالمين يتبقى اناشيدك وتبقى تسجيلات القران بصوتك، تبقى تحكي عنك بعد موتك وتبقى تلحق لك الاجر. فلحد لليوم انا حاطط مخطط طريقي هي طريق الانتاج والتسجيل. طب يعني حاسس ان حضرتك يعني اتكلمت عن الرئيس الراحل حواري بومدين، واتكلمت عن جد حضرتك والدك، احنا كنا في جلسه الاعداد قبل الحلقه، يعني لقيت حضرتك عندك يعني شيء الكثير من الفخر باهلك وبعيلتك، فلو تدينا لمحه سريعه عن الوالد وعن الجد. تمام، اولا انا مثل ما قلت انا ابن ولايه قالمة الجزائريه، هي مدينه واقعه في شرق الجزائر، وهي المدينه هذه المدينه سقط فيها في يوم واحد، هي ومدينتين اخريين مثل مدينه سطيف، سقط فيها في يوم واحد 45 ألف شهيد إبان الاستعمار الفرنسي في سنة 1945 8 ماي 1945. والرهية مدينة الرئيس الراحل هواري بومدين، وأنا جدي يعني أبو أمي
كان مجاهدا وكان قائدا في الثورة التحريرية التي قادتها الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. ولما استقلت البلاد صار من الحرس الجمهوري للرئيس الراحل هواري بومدين. فأنا ابن أسرة هيك ثورية، أسرة وطنية تعتز بتاريخ الجزائر، ونعتز أيضا بالجزائر، ودائما أقول وأكرر أن حب مصر في قلبي يا أخي الحبيب. بمناسبة حب مصر بقى، هل حضرتك لما جيت مصر هنا وجدت من الدعم والتشجيع من الإخوة والأصدقاء والأحبة، ولا كان الموقف إيه؟ وخصوصا أن برضو يعني أنا شايف أن حضرتك عندك يعني إلى حد ما مشكلة بسيطة في البصر، تقولي أنا يعني مبصر وبشوف بس عندي مشكلة نظري ضعيف شوية. نعم. فهل لقيت من الدعم والتشجيع في مصر وأهل مصر، ولا لقيت تجاهل لا سمح الله؟ اولا الاخوه في مصر لما نزلت مصر وجدتهم مستنييني وحاجزين لي، والحمد لله رب العالمين. اتوجه بالشكر الجزيل للاستاذه منال محمد السويفي اللي حضرت معانا اليوم وهي خارج الاستوديو، كما اتوجه بالشكر للفرقه الانشاديه باند اصول والمنشد تامر النقيب والموزع الموسيقي ايضا الموزع الموسيقي مصطفى النقيب وغيرهم من المنشدين الذين كانوا سندي هم بمصر ودعموني كثيرا ووقفوا إلى جانبي لحد اليوم، يعني هم واقفين معي لحتى اليوم لنرجع فيه للبلد الجزائر. ونتمنى إذا كنت رجعت الجزائر تعاود الزيارة والكرة مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله. اللي ينزل مصر مش راح يعاود ما يرجعش، اللي ينزل مصر أكيد يعاود يرجع. ده متشرفين بيك وحلقة جميلة ممتعة. وهل في أي رسالة تحب توجهها للمشاهد سواء العربي أو المصري قبل ما نختم حلقتنا؟ أولا أقول لكل منشد، لكل فنان سواء كان مؤدي أو عازف أو رسام أو أي مجال، وأقول أيضا لكل مستمع متذوق، خلي ذوقك وفنك كله يحمل رسالة نبيلة هادفة في خدمة الدين وفي خدمة الأخلاق وفي خدمة القيم الإنسانية وفي خدمة وطننا العربي. وأشكرك جزيل الشكر أنت أيضا أخي، وأشكر القناة على استضافتكم القيمة. وإحنا بنتوجه لك بعظيم الشكر. وقبل ما أختم الحلقة دي، زي ما قلنا أن إحنا عندنا حفل ختام الموسم التاسع من برنامج تأملات إنسانية، هيكون آخر جمعة في شهر 7. فحابب كده سواء الزميلة اللي قدمت حلقة واثنين وثلاثة واربعة إيمان أو ريهام، أسمع في عجالة وفي نص دقيقة عشان خلاص بنختم، ايه انطباعكم عن برنامج تأملات إنسانية؟ وهل كان يمثل ليكم اي اضافة، ولا حسيتوا ان انتوا زي ما بدأتوا معانا زي ما خرجتوا من البرنامج؟ هو اولا يا استاذ محمد، وجود حضرتك في حد ذاته فده اضافة لنا، وطبعا احنا اتعلمنا من حضرتك وحضرتك استاذنا طبعا، ويعني لولا حضرتك ما كناش وصلنا للي احنا فيه حاليا دلوقتي. والحمد لله يعني ان ربنا وفقنا وربنا يوفقنا كمان وكمان يا رب. طبعا كله من فضل الله، وانت لولا يا ايمان ان انت مجتهده وبتتابعي الشغل اول باول. اصل في واحد ممكن يقول لك انا خلاص انضميت لفريق عمل، فانا كبر دماغي بقى وخلاص هم هيظبطوا الدنيا، وانا الحلقه بتاعتي يوم كذا الساعه كذا وهيبعتوا لي السكريبت. لا، انت غير خالص، وبتقطعي مشوار كبير مش صغير من اسكندريه رايح جاي 500 كيلو او اقل او يزيد حاجه بسيطه. فدي حاجه كبيره مش قليله. ربنا يوفقك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في الموسم العاشر في القناه اللي احنا بنرتب ان احنا نبدا معاها، وان شاء الله نعلن ده في حفل ختام الموسم التاسع باذن الله. ريهام بقى، اول حلقه ليكي في تاملات انسانيه، كلمينا عن انطباعك قبل ما نختم الحلقه ونشكر ضيفنا. طبعا انت منور الحلقات كلها، وانا حضرت معاك الورشه وحضرت معاك النهارده، وانطباعي عنك انك شخصيه محترمه جدا وملتزم. كمان كانت الورشة حاجة يعني فوق الخيال، عملنا فيها جزء نظري وعملنا جزء عملي، وكان في تفاعل ما بيننا وكان في حضور حلو قوي، كانت الروح بتاعت الفريق جميلة. كمان أي حد كان بيبقى عايز أي معلومة منك انت ما كنتش بتبخل عليه بصراحة، ودي ميزة إن شاء الله، ودي ميزة حافظ عليها. لا أبخل على أي زميل أو صديق أو حتى حد ما عرفوش بمعلومة، ده حقيقي، لأن دي زكاة العلم. دايما بقول الناجح عادة يدعم الناجحين، لأنه يؤمن بالزبط. أن أي نجاح لأي فرد هو نجاح للتجربة الإنسانية بأكملها على سطح ذلك بالزبط. الكوكب. قد إيه سعدت بهذا الضيف القيم. وعايزين بقى، والتتر بينزل كده، عايزين نختم الحلقة دي ببرضو مقطوعة ولو دقيقة واحدة لو تسمح. قبل هذا أخي محمد، الأستاذ محمد، أقول لجمهوري سواء من مصر أو من الجزائر أو من خارجهما،
انتظروني إن شاء الله في أعمال قادمة سأصورها بمصر إن شاء الله. هذا اليومين إن شاء الله سجلت بمصر وسأصورها هنا في مصر أم الدنيا، فيديو كليبات إنشادية قادمة، ابتهالات ربانية يعني في الروحانيات، تصريحات حصرية للبرنامج. نعم، تصريحات حصرية للبرنامج، فيديو كليب في معاني الأنشودة، ابتهالات ودعاء لله عز وجل، سنصوره هنا بمصر أم الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا، وأسأله عز وجل أن يوفقكم جميعا. طب بلاش نختم باب أنشودة، أنت سيادتك مقرئ قرآن وشخصية قيمة، هل نقدر نختم هذه الحلقة القيمة من برنامج تأملات إنسانية الموسم التاسع ولو ثلاث آيات بس كده نختم بيهم الحلقة؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. وبتلك الآيات العظيمة وسورة ياسين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ياسين لما قرأت له، فيعني ننوي أن هذه الآيات الطيبة تكون بنية التوفيق والسداد للجميع، ونشكركم على حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم تأملات إنسانية الموسم التاسع. خير وبركة.